مستمعينا تحياتنا لكم. رجعنا بعد غيبة شهر رمضان المبارك. أكيد بدنا نقول للجميع كل عام وانتم إن شاء الله بألف خير. بعد هيدي نحن بنعتبره شهر رمضان فيه نوع هيك بنفصل فيه بالسنة عن بقية أشهر السنة. عاداتنا كتير إشياء بتتغير فينا، روحتنا للشغل، أوقاتنا منصير يمكن نسهر شوية أكتر بالليل من المعتاد وإلى آخره. خلصنا شهر رمضان، إجا العيد، خلصنا إجازة العيد، هلأ بدنا بقى نرجع لحياتنا الطبيعية وللروتين اللي متعودين عليه. من الأشياء اللي بدنا نحكي فيها اليوم يمكن شوي هيك يكون كمان إلها علاقة بهيدا الموضوع، قديش ممكن الواحد يطلع من شغلة بنسمع عنها كتير اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. كتير ناس بحبوا دايما يكونوا بهيدي المنطقة، ومع الوقت ومع مرور الزمن بيلاقوا صعوبة إنه يطلعوا منها. دايما مرات بنسمع نصائح من عالم بيقولوا لنا طلعوا من هيدي المنطقة اللي أنتم مرتاحين فيها لأنه موقفتكم عن تحقيق كتير أهداف، موقفتكم عن النجاح في بعض الأحيان، حتى عن سعادتنا بتوقفنا. إلى أي مدى هيدا الحكي صحيح؟ كيف نحن ممكن نحس إنه نحن فعلا علقنا بهيدي المنطقة وصار الوقت حتى نطلع منها؟ أسئلة كتيرة ما حنعرف نجاوب عليها إلا إذا فهمنا أول شو يعني الكومفورت زون. خليني رحب بضيفتنا الموجودة معنا على الهواء مباشرة اليوم مستمعينا، سفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية وأيضا مدربة العلاقات زينة الزين. أهلا وسهلا فيك معنا. ليا أهلا وسهلا حبيبتي، يسعدكم. سعيد يا رب، ونهارك إن شاء الله، وكل عام وإنتي بألف خير إن شاء الله. اليوم وإنتوا جميعا بألف خير يا رب إن شاء الله. عزيز اليوم بدنا نحكي عن شغلي إلى اسمها الكومفورت زون. ما بعرف إذا فينا أيضا نطلقها في كتير ناس، يعني أنا من الأشخاص اللي بس يجي شهر رمضان مبارك بحسه شهر مختلف مريح. صح. بحس لو بيطول شوي يمكن في بعض الأحيان بتلاقي صعوبة لتطلعي منه. هل مثلا إن كان هيدي المرحلة أو إن كان مرحلة كورونا اللي مرقنا فيها فينا نطلق عليهم نوع من الكومفورت زون؟ لأنه في ناس بكورونا كتير كانوا مبسوطين بالقعدة وبأنه ما عم بيروحوا على شغلهم وإلى آخره، وفي ناس تعبت كتير أكيد وما ليما الموضوع. أما أنه شو هو شو لما بنحكي كومفورت زون شو هي، أو إذا فينا نطلق عليها بالعربي منطقة الراحة؟ منطقة الراحة، أول شيء حقلك شو هي منطقة الراحة مشان كلنا تكون واضحة عنا، ورح اتطرق لموضوع لما الكل واجهوا جائحة كورونا. هلأ منطقة الراحة هي فينا نعرفها مثل كأنها بناء نفسي وعاطفي وسلوكي مألوف لألنا. هو بناء مألوف لألنا من هول الجوانب كلياتهم. هي يعني هي يا شيء يا طرق أو حالي أو مكان أنت مرتاح فيه. أولا. ثانيا مرتاحين فيها، نحن مش ملزومين انه نعمل اي شيء جديد او اي شيء حتى صعب علينا. اوكي، بهيدي المنطقه نحن اغلبنا توترنا اقل، قلقنا اقل، حتى يعني لكون كمان عم بتطرق من الجوانب كلياتها. حتى بالرغم من الحالات اللي فيها اذى ومعتاد عليه، فأنت بتكون معتاد عليه خلص تخدرت، فأنت بمنطقة الراحة. وهيدي إلى جوانب تانية عميقة جدا جدا جدا، لأنه في ناس كتير مدام هدى منقول طب ما هيدي الإنسانة أو هيدا الإنسان عم يتأذى بهيدي العلاقة ليه بعده موجود فيها. تعود. تعود. فهيدي هي منطقة الراحة كإذا بدنا نبسط يعني على كل المستمعين بصفة عامة. مخاطرها أكثر من فوائدها، إلى فوائد وشو هي المخاطر؟ طبعاً طبعاً طبعاً. خليني بلش بالمخاطر بالأول بعدين ننتقل للفوائد. المخاطر هي مثل هون لما أنا قلت إنه لما منكون بداخل علاقات مؤذية. لما منكون كمان بظروف صحية جداً خطيرة أو الخطورة تاعتها متوسطة، هون بيتطلب منا إنه نحن نطلع من دائرة الراحة، لأنه حتماً الظروف الصحية اللي مش منيحة أو العلاقات المؤذية معناتها نحن يعني تعي نقول ظروف صحية معناتها إحنا عنا عادات سيئة. علاقات خطرة معناتها نحن عنا معتقدات ما عم تخدمنا، عنا مشاعر كتير منخفضة، عنا أمور كتير نحن لازم نتخلى عنا لنروح للعادات
السليمة ونطلع من الكونفورت زون. نعم. الكونفورت زون هون فقط مخاطرها بهيدا الشكل اللي نعم. هي ظروف صحية أو علاقات مؤذية. نعم. أما إنه بشكل عام أوكي تعي نقول الأشخاص مدام هدى مثلا اللي بدائرة الراحة نعم كمان كان يعني منافع لها في أشخاص من دائرة الراحة تاعتهم اتطوروا نعم. وتوسعوا نعم. وانتقلوا ليه؟ لأنه أحيانا نحن بدائرة الراحة رح نعرف تماما شو اللي بيناسبنا وشو اللي ما بيناسبنا نعم. وهونيك رح نعرف نحن عن شو لازم نتخلص نعم. وهون أنا دايما بقوله بشدد خاصة إذا كانوا الأشخاص انطوائية introvert من هونيك أنت رح تتوسع نعم. ولحظة كتير منا إن كان أنا أو أنت أو كتير أشخاص بيشتغلوا عندهم ضغط شغل نعم. أكترنا مدام هدى بعزلتنا بنحصل على أجوبة لكل أسئلتنا صحيح. بالحياة بعزلتنا صحيح. We will recharge We will restore ourselves فأمرار العزلة اللي هي بتكون فعلا دائرة الراحة تاعتنا إلا كتير منافع بس قدي لازم تستمر وإمتى بنبلش نقول لا لازم بقى الواحد يطلع منها أوكي لازم يطلع منا هي لما بصير فيها خطر علينا لازم يطلع منا لما الخوف بيسيطر علينا لما نحنا بنوصل لمرحلة نحنا ما قادرين نعرف حالنا وما عارفين شو منحب وما عارفين نسختنا الحقيقية لازم نطلع منا لما نحنا بشكل كتير كبير معلقين لا أهداف ولا رؤية ولا نجاح ولا سعادة هون معناتها نحنا رسالتنا ضاعت بالحياة فنحن لازم نطلع من دائرة الراحة والأهم كمان من بعدها اللي قلته أنا لما نكون نحن حياتنا بخطر علاقاتنا نعم. بخطر بيئتنا بخطر صحتنا بخطر لا لازم نقوم فورا نعمل أول ستب أول خطوة نقدر نحن نتجه فيها للمطرح اللي لازم نكون نعم. فيه نعم شو هي الخطوة الأولى وشو هي الخطوات اللي بتطلعنا من هيدي المنطقة أوكي هلا كتار منا نحن عنا أهداف بدنا نوصل لها إن كان أهداف مالية أو عمل جديد تمارين رياضة أكل صحي نبلش مشروع جديد كلنا ما في حدا ما عنده أهداف فنحن بالبداية أهم شيء إنه نحن نبسط الخطوات بالأول ونحط أهداف صغيرة يعني أغلب الأشخاص ما طلعوا منا تماما لأنه حاطين خطوات كبيرة وأهداف كتير كبيرة نعم. أوكي أول خطوة هي إنه نحن نتخلص من الخوف نعم. نتخلص منه لما نسأل أنا ليه خايفة من هيدا ليه خايفة من هيدا الشيء ليه خايفة أن أطلع من الكومفورت زون طب شو يصير إذا أنا طلعت حطوا أسوأ سيناريو لألكم نعم. أوكي ومن بعدها نبلش خطوة ورا خطوة نتخلص من العادات السيئة اللي هي مخليتنا موجودين بالكومفورت زون لأنه أغلب الأشخاص اللي مستمرين فيها خصوص إذا ما عم تخدمهم أبدا نعم. أبدا هن عندهم عادات سيئة نعم. بديون يعرفوا كمان كلهم وأنا كنت وحدة منهم إنه ببعض الخطوات رح نفشل نعم. أول فترة لما بنطلع من الكومفورت زون في بعض الخطوات رح نفشل فيها هيدا فقط بيعني إنه إحنا لازم نغير شيء أو نغير الطريقة لنحصل على النتيجة اللي بدنا إياها بالدائرة الجديدة نعم. والدائرة المطلوبة أوكي. نعم. من بعدها نحن رح نتعلم نحن الخطوات كلها اللي رح نعملها رح نكون عم نتعلم منها قد الشخص في ديف هيدي الأدوات بطريقه برحلته نعم. قد رح يستفيد نعم ممكن الواحد يطلع من هيدي المنطقة ويكفي طريقه أو يحقق هدفه أو يخلص من أزم عم يتعرض له ويرجع مثلا بعد فترة يوقع فيها ولا لا إذا تعلمت طبعا. مرة تطلع خلص ما بقى ترجع تعلق ممكن. ممكن ممكن ببعض الحالات أنا مشان هيك ما بعمم إيه ما بعمم إيه ببعض الحالات أمرار نسختنا القديمة رح تطلع كاختبار يعني مثل دروب كويز بتعرفي لما بيجونا الأساتذة نعم. بيعطونا دروب كويز كنا بالمدرسة نعم. نفس الشيء الحياة بتعطينا اختبار هيك فجأة نعم. لنأكد نحن نسختنا الجديدة نعم. طبيعي جدا بكل مراحل حياتنا لحد ما نموت الحياة حتعطينا دروب كويز لنحن نثبت لحالنا مش للآخرين أكيد نعم. إنه نحن فعلا الأدوات بنسختنا الجديدة نعم. متينة متمكنين منها نعم. في نصيحة أخيرة ممكن تختاريها لكل مستمعينا اللي عم يسمعونا فيما يتعلق بدائرة الراحة نصيحة فيني أقولها إيه يعني فيني أقولها يعني كأخت أنا عن جد بدي كلنا نكون واقعيين بشكل كتير كبير نعم. هي إنه نحنا
أمرار كتير دائرة الراحة تاعتنا بتتوسع، يعني يعني عنا يا أسود يا أبيض، بس ما في منطقة رمادية بدائرة الراحة وفينا نوسعها كتير. خلينا نتأقلم بهيدا المطرح اللي هو رمادي، ومن بعدها رح نتوسع من هونيك. رح نتوسع طول ما نحن هيدي الدائرة عم تتوسع، نحن رح نكون اعتدنا على القصد الجديدة مع أدواتنا الجديدة. نقطة تانية إنه لما بتكون تتوسع بهيدي الدائرة اللي من مكان كن فقط، تقبلوا أمرار إتس أوكي إنه ما يتعودوا عليكم أو يكون في انتقادات، وهيدي الكل مرق فيها طبعا. بس كونوا أكيدين قد ما آمنتوا بحالكم بالمنطقة اللي أنتوا فيها بالمكان اللي أنتوا فيه، عائلتكم وأصحابكم رح يشوفوكم بشكل مختلف تماما طبعا. فبس نحن نتخلص من الخوف من إنه آراء الآخرين وانتقاد الآخرين، وهيدي اللي خلت أغلب الأشخاص إنه خلونا بهيدي المنطقة أريح كرمال نضلنا مقبولين. نضلنا مقبولين بنظرهم. لا ما تعتلوا هم، أنتوا بس تآمنوا بحالكم كلنا وكل الناس رح يآمنوا فيكم. شكرا كتير لوجودك معنا زينة اليوم، شكرا جزيلا حبيبي، يعطيك العافية، شكرا. نهاركم سعيد ونهارك أسعد. إذا مستمعينا بعدنا معكم بهدى وهنا فاصل ونرجع.